عليكم، معكم وفاء من مجوهرة باتين. كيف وعدتكم غنبقى ديما ندير لكم جديد على لي زارتيكل ديالنا، واليوم بغيت نقترح عليكم لا شين بوندونتيف ولي بوكل ديال الخميسة ديال الالوان اللي دايره البوس بيجوتري باتين على هذا الشكل هذا. كيفاش كتبان لكم؟ كنتمنى الاقتراح اللي اقترحت عليكم اليوم ينال الاعجاب ديالكم. بالنسبة لي كولور اللي بغيتو كاينين ديسپونيبل، تواصلوا معايا في الواتساب ديالي 06 23 62 52 86 باش نوريكم ديما الجديد. بالنسبه لاشين بوندونتيف على هذا الشكل هذا في البلو، وحتى لي بوكل ديالها على هذا الشكل هذا كيف كيبان لكم، كنتمنى تكون باينه واضحه بالنسبه لكم. ودابا غادي نشوفوا لا بوكل كيفاش كتكون على هذا الشكل هذا، وعندها السدادات ديالها اللي كتسد بها على هذا الشكل، فيها العمود وفيها هنايا الخميسه ديال الذهب. ودابا غادي نشوفوا لا شين بوندونتيف. بالنسبه لا شين بوندونتيف على هذا الشكل هذا، لا شين ديال نيلو رقيقه ولكن صح في العمل، يعني ما كتخافيش منها وكتعطي واحد لابريونس خطيره في العنق، كتجي زوينه. هذه لا اخر بوندونس اللي كاينه دابا، كنتمنى تبان لكم مزيان وتنال الاعجاب ديالكم. واللي بغى اي حاجه مرحبا و الف مرحبا، وبالصحه والراحه.